نشرت مجموعة من التسريبات الجديدة، عدد منها يعني يتوافق مع ما قالته المحققة الأممية تقرير الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان، وعدد منها لا أضاف إضافات جديدة جدا. ولكن هذه التسريبات وهذه المكالمات تعزز عدة أمور. تعزز أولا أنه كيف كان المخطط أنه بالفعل مسؤولية السلطة مسؤولية يعني بدرجة أولى، حتى الذين حضروا المحاكمة في الجلسة الثانية هم سمعوا، وربما هذا يخرج للأخبار قريبا، بعض المتهمين والذين كانوا يطلب بحقهم الإعدام هم قالوا أننا كنا ننفذ أوامر أتتنا من الأعلى، وهذا ما قاله ماهر المطرب وغيره أيضا في جلسة المحاكمة. فهنا يعني لا تستطيع السلطات السعودية بعد كل هذا الكم الكبير من ليس فقط التسريبات والاعترافات والمكالمات المسجلة، لا تستطيع أن تتنصل من هذه القضية وأن تضعها على يعني عاتق مجموعة من الفئة المارقة كما تقول، بل لابد أن يكون العالم كله يحمل السلطات السعودية مسؤولية هذه الجريمة، وأن يتذكر أيضا الذين يحاولون أن يتناسوا أو يطبعوا العلاقات مع السعودية بعد هذه الجريمة أن هذه الجريمة التي حصلت لو مرت بسلام للسلطات السعودية فقد تكررها مرة أخرى في أراضي أخرى غير الأراضي التركية، ربما في أراضي أوروبية مرة أخرى. ما الذي سيفعله العالم حينها؟ ومن يكون المستهدف بعد جمال خاشقجي رحمه الله؟ لا أحد يعلم. لذلك هذه الإثباتات التي تثبت تخبط السلطات، همجية السلطات، توجب على العالم أن يقف موقفا صارما وموقفا صادقا، ليس من أجل جمال خاشقجي وحقوق الإنسان، فهذا لا يهم كثير من الأطراف في العالم، ولكن من أجل إيقاف جنون وتغول وهمجية هذه السلطات. والله أنا أتصور، شوف، طالما أنه في واحد في البيت الأبيض مثل ترامب على استعداد أن يضرب القانون الدولي بعرض الحائط وأن يوفر الحماية لهؤلاء القتلة اللي لو يعني عرضت الأدلة أمام محكمة الأدلة دامغة، لا أظن طالما وجود في إدارة أمريكية بهذا الشكل أن العالم سينصف جمال خاشقجي رحمه الله وسيختص من قتلته. لكن المثير في الموضوع أنه يبدو أن الأتراك ما زال في جعبتهم الكثير. يعني الآن نحن نتكلم عن 11 شهر تقريبا منذ عملية الاغتيال البشعة، طلعوا معلومات جديدة. طبعا المعلومات كانت معروفة لديهم منذ الساعات الأولى، لكن طلعوها الآن. يعني احتمال أنه يكون في لسه معلومات أخرى. يبدو لي أنهم يريدون أن يبقوا هذه القضية حية أكبر قدر لأكبر فترة لأطول فترة ممكنة. هو واضح أنه هاي التسريبات أظن مع قرب سنة على الجريمة، يعني وهي تأتي ضمن استراتيجية تركية. تركيا منذ البداية التسريبات واضح أنها كانت يعني ترتب بشكل يخدم ديمومة القضية، أو لنقول الاستراتيجية التركية في التعامل مع القضية. لكن إذا احنا أخذنا هذه التسريبات ودلالتها في مسؤوليات السلطة العليا في البلاد عن هذه الجريمة، هذا يعيدنا إلى النقاش الأساسي أنه في الدول الديمقراطية، حتى عمليات ديمقراطية بين قوسين، عمليات الاغتيال لا يمكن أن تتم إلا بموافقة يعني السلطات المسؤول الأول. يعني مثلا دولة الاحتلال مشهورة بأنها تمارس الاغتيالات في كل أنحاء العالم، ما لا تتم عملية اغتيال دون موافقة المسؤول السياسي الأول. فكيف بالدول اللي هي مضبوطة أصلا بحكم الرجل الواحد؟ يعني تعيين سفير بيتم مثلا بإسرائيل، على فكرة الولايات المتحدة كانت تقوم بعمليات اغتيال أيضا حول العالم. طبعاً. نفس الشيء، كانوا يحتاجوا إلى موافقة أعلى. لا يمكن تنفيذ اغتيال خارج البلاد إلا بموافقة المسؤول الأول. فهذا في دول ديمقراطية، يعني اللي فيها الأجهزة لديها بعض أو نقول المسؤولين الأدنى لديهم بعض الصلاحيات، فكيف بدول الحكم فيها مربوط بشخص واحد أو برجل واحد ولا يستطيع ولا يمتلك المسؤولون في المستويات المتوسطة والدنيا أي صلاحيات أن ينفذوا عملية بهذا الحجم دون يعني موافقة المسؤول السياسي الأول؟ صحيح. كما قال سعود القحطاني برضو من فمي كودينك في تغريدة المشهورة، قال أنه بعض الأشخاص ينتقدوننا في تصرفاتنا وسلوكنا،
وما نقول شيء وما نفعل شيء إلا بأمر من القيادة. يقول إنه اختفى الآن، صحيح مختفي، يقال إنه قتل. في تسريبات من هذا القبيل، ولكن أخشى أن تكون هذه التسريبات من داخل الديوان نفسه من أجل التخفيف من الضغوط الدولية. لكن في واضح إنه الآن لم تعد القضية من الذي قتل، يعني يبدو في يقين أصبح عند كل الجهات بما في ذلك الأجهزة الأمنية والسياسيين وطبعا في داخل تركيا وفي الخارج في العالم، يعني أصبح هناك يقين أن الذي أمر بالقتل هو معروف الآن، يعني لم يعد سرا. هي القضية الآن كما تفضل الدكتور عزام، الإرادة الدولية، هل هناك في إرادة من أجل أن يؤخذ هؤلاء القتلة إلى المحكمة وأن يحاسب القاتل الحقيقي وليس الأدوات فقط، يعني الذي أمر بالقتل بهذه الصورة البشعة التي يمكن الحيوانات يجوز ما تقوم فيها، يأمر بالقتل بهذه الطريقة البشعة. الحيوان اللي بيقتل بيقتل عشان يأكله بس، نعم، مش بيقتل عشان ينكل بالضحية مصيبة ويقطع بالجثث. مصيبة. فقصدي أنا أنه اللي يجب أنه الآن يصير التوجه في عند مؤسسات المختلفة الحقوقية التي عند الصحفيين الإعلام إلى غير ذلك، أنه هذا اليقين الموجود أصبح من كل الأطراف ما في ذلك المخابرات الأمريكية ورئيستها أعلن ذلك صراحة ومحققة الأمم المتحدة وكل الأجهزة، أنه كيف يترجم هذا اليقين إلى أكشن، إلى عمل، عمل بملاحقة القتلة وجلبهم إلى المحاكم. للأسف ما في طريقة، لأنه شوف اللي حاصل في العالم الآن أن الجميع ينافق البيت الأبيض. يعني شوف أنت مثلا أوروبا عارفة الحقيقة، لكن مصالح الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية لها الأولوية. ترامب لا يريد أن يتخذ أي إجراء، بالعكس هو عاوز يعفي حليفه ويغطي على الجريمة وانتهى الأمر. ولذلك المعركة الحقيقية ستظل في واشنطن. هذه المعركة الحقيقية اللي هي بعض أوقات بتحمى بعض أوقات بتخفت، هي بين المجتمع المدني من جهة والبيت الأبيض من جهة أخرى. المجتمع المدني في الولايات المتحدة الأمريكية له أيضا آذان تصغي له وتتعاطف معه داخل المؤسسات التقليدية، لكن المؤسسات التقليدية هذه مقيدة برئيسها اللي هو له الكلمة الأخيرة. يعني لست أي تستطيع أن تتخذ إجراء، ولا وزارة الدفاع ولا وزارة الخارجية، ما في حدا بيجرؤ على أنه يتخذ إجراء إذا كان سيد البيت الأبيض يغلق هذا الباب. وبالفعل في ضعف من الناحية القانونية بسبب المنظومة العالمية فيها إشكالات كبيرة جدا. فمثلا يعني من الصعوبة بمكان أن نأخذ هذه القضية لمثلا محكمة لاهاي، الأمر غير منطبق غير منسجم، ففي صعوبة من هذا الأمر. لكن مثل ما فضل الدكتور أن المحاكمة الشعبية حصلت، العالم كله يعرف من القاتل، هذا الأمر لم يعد سرا. ربما العصا التي نستطيع أن نستخدمها ونعمل عليها هي الحراك السياسي والعمل السياسي. أما قانونيا فالأمر في تعقيدات كثيرة ويجب أن يمضي، ولكن الجانب السياسي هو الأسهل. وذلك أن محمد بن سلمان والسلطة السعودية استطاعت على مدى سنوات طويلة جدا أن تقوم بحملة دعايات كبيرة جدا. ربما النجاح الوحيد الذي حققه محمد بن سلمان والسلطة السعودية هي حملة الPR الدعاية والإعلان التي قاموا بها قبل قتل جمال خاشوجي. ما بعد مقتل جمال خاشوجي أصبح تكشف النظام بشكل كبير، ليس فقط على موضوع خاشوجي، بل موضوع خاشوجي جلب ملفات كبيرة جدا، ملفات حقوق الإنسان والتعذيب وغيرها. لذلك الذي نستطيع أن نفعله هو محاولة الضغط لمحاصرة هذا النظام سياسيا باستخدام مؤسسات المجتمع المدني الموجودة سواء في واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية أو الموجودة في أوروبا. أن نحاول أن نضغط عندما تحاول سلطة ما أو دولة ما في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل بشكل طبيعي مع هذا النظام، أن نحرك الأحزاب المعارضة، الإعلام، المؤسسات، مؤسسات حقوق الإنسان ضد هذه السلطات. مثلا الاستقبال الذي استقبله الأوروبيون لمحمد بن سلمان قبل مقتل جمال خاشوجي، هذا يجب أن نحاول أن ندفع قدر المستطاع لا يتكرر. لأنه عندما تريد سلطة مثلا ماكرون أو رئيس وزراء بريطانيا أن يستقبل محمد بن سلمان، يجب أن نحاول أن نضغط ونعيد الملفات إلى السطح حتى يتحرك الإعلام والمنظمات من أجل الضغط على حكومتهم أن لا يستقبل محمد بن سلمان. وخاصة الآن لدينا ما يقال الهوكا، أو يعني لدينا معول لتحريك الموضوع،
أن السعودية هي من سيستضيف قمة الجي 20 القادمة، لذلك يجب العمل من الآن حتى القمة على وضع محددات من أجل الضغط اقتصاديا على الشركات التي تتعامل مع السعودية وأيضا مع الدول الحليفة للسعودية، لأن هي من تعطي الغطاء. بس تعرف أنه هو يعني أنت إذا نظرت بالجانب الآخر، هذا ترامب ترى ملوش حليف، يعني أنت بلاحظوا أنه كم واحد في خلال السنتين اللي تولاهم من جماعته من حلفائه باعهم يعني آخر واحد اللي هو بولتون اللي هو من أقرب الناس إليه في الفكر وفي التوجه وكذا، يعني قضى عليه في لمح البصر، وقبله طبعا عدد هو كبير. هو سبب انه قال كيف بيطلع واحد اكثر تطرفا مني. ايوه لذلك مثل هؤلاء الاشخاص لا يطمئنوا كثيرا، لانه هذا الشخص متقلب المزاج، وبالتالي في اي لحظه ممكن تغير. هو شخص غير مستمر بالمناسبه، حتى ممكن ان ينقلب عليه وبالتالي يجد لا، وممكن ان ينتهي يعني في اي لحظه انه يا اما بالعزل او ربما يخسر الانتخابات القادمه. ولذلك في ناس في كتاب مهمين في الولايات المتحدة من الحريصين على وجود علاقة أو العلاقة التقليدية بين الولايات المتحدة والسعودية، كتبوا بشكل واضح ومباشر أن على السعودية ألا تراهن فقط على ترامب، وأن تدرك بأن علاقتها مع البلد وليس مع ترامب. يعني الولايات المتحدة مش زي السعودية أو أي دولة، دولة مؤسسة أو دولة ملكية أو الجمهوريات العربية للأسف اللي يحكم فيها الحاكم طوال عمره، وبالتالي يمكن أن يكون هناك ثبات في الحكم أو السياسات. لا، الولايات المتحدة ترامب كان موجود ولديه سياسات معينة، أوباما جاء ترامب وعمل تحول كبير. الآن ربما يأتي أي شخص بعد ترامب ويجري تحولات. المشكلة التي وقعت فيها السعودية بالذات خلال أزمة خاشقري وحتى منذ التجهيز للانتخابات الرئاسية اللي صارت في 2016، إنهم وضعوا كل البيض في سلة ترامب، وربما أنهم خسروا علاقتهم مع المؤسسات الأمريكية الراسخة اللي هي راح تستمر زي CIA وزي الخارجية وزي الدفاع. يعني حتى وزارة الخارجية من الواضح أن مواقفها مختلفة عن بومبيو اللي هو قريب من ترامب. CIA كان لها موقف واضح في قصة خاشقري. فالسعودية حقيقة تخسر باعتمادها على هذا الشخص المتهور وغير الدائم الذي قد ينتهي في أي لحظة. طبعا هي وهو هذه الخطوة التي اتخذوها في السعودية هي سببها أن محمد بن سلمان كل همه أن يصبح ملكا. يعني هو لا يدير البلد كرئيس دولة، كشخص تهمه مصالح هذه الأمة التي يحكمها بأي ثمن. يريد أن يصبح ملكا، وظن أن أو هذا الذي أقنعه به محمد بن زايد أن الوصول إلى الملك هو عن طريق البيت الأبيض في عهد ترامب. بالتأكيد سيدفع ثمنا باهظا إذا خسر ترامب الجولة الانتخابية القادمة، وسيدفع ثمن عندما يخرج ترامب نهائيا حتى لو جدد له بالولاية القادمة، لأنه أكثر من ولايتين ما فيش، حيمشي والله أعلم ماذا سيحصل. يعني الآن هو محمد بن سلمان خلاص، هو يعني عمليا أصبح وليا للعهد منذ تقريبا أكثر من سنتين، ويفترض أنه هو طريقه إلى الملك أصبح واضح. يعني في الفترة السابقة كان في هناك عدم وضوح أنه في كان ولي آخر ولي عهد آخر وبعدين تم التغيير. فهو الشيء المستغرب أنه الآن أنت أصبحت ولي العهد سنتين ونصف، لم تترك شيئا في ليس فقط في السياسة الخارجية تجاه دول الجوار قطر وإيران ومش عارف إيش والحركات المختلفة هذه، ولم يترك حجرا على حجر في داخل المملكة العربية السعودية. يعني أولا ضرب العائلة الحاكمة وقال لكل الناس في العالم إنه عائلتي ناس حرقين وحرمية حطوا في السجون. يعني في حدا ممكن أن يقول أدانا عائلته. أيوة. نعم. اثنين، ضرب المؤسسات الأمنية سواء كان عبد الله ابن اللي هو متعب الحرس الملك، ضرب الاقتصاديين العلماء اللي هم يفترض طيلة الفترة السابقة في الدولة السعودية الثالثة وحتى قبل الثالثة
الذي كان جناح الحكم في المملكة العباسية هم العلماء، وذلك الدولة قامت على جناح محمد اللي هم آل سعود وجناح عبد الوهاب اللي هم يفترض الدعوة آل الشيخ والعلماء الآخرين. فأنت تيجي ضربت هذا الجانب. فالشيء الوحيد الذي أرى أنه قاعد وكأنه يحمل فأسا، يعني في شجرة بنيات ويحمل فأس قاعد ويحفر كيف بده هو يقطع هذه الشجرة، وبيبدأ بيقطع قطع فيها فترة طويلة جدا. طيب أنت إذا أردت أن تستظل بهذه الشجرة اللي عمرها 100 سنة وتستمر مزهرة وجميلة وفيها كل هذا من خلال كل هاي الأغصان وكل هاي الفروع اللي فيها سواء القبائل والأجهزة والعلماء وغيره، أنت قاعد حامل هالمعول وبتهدم فيها، كيف بدك تحكم 50 سنة كما قلت في المقابلة؟ شيء غريب جدا. هي مقومات الحكم في السعودية كانت يعني في الماضي ثلاث مقومات رئيسية. أولا التحالف ما بين محمد بن سعود ومحمد عبد الوهاب الذي استمر لفترة طويلة جدا، أنه يعني حتى من يحاول أن يحتج أو يعترض مباشرة تستخدم ضد المؤسسات الرسمية الدينية السعودية أن هذا لا يجوز وحرام والنصيحة السرية ومن هذا القبيل. يعني هذه كانت واحدة من أركان مهمة. الركن الآخر، المجتمع كان يطمئن إلى وجود الأسرة الحاكمة ويشعر أنها صمام أمان، حتى كان دائما يتردد في السعودية ويقال أيضا للمعارضة ما الذي تريدون تفعلوا بالبلد؟ لو ذهبت الأسرة سوف تتقاتل القبائل، الأسرة تمسك يعني بزمام كل الأمور. فكانت صمام يعني الناس تطمئن إليه. الأمر الثالث هم الحلفاء الغربيين طبعا الذين هم كانوا يعني مستفيدين من وجود النظام ويحفظونه. فالعنصر الأول قتل تماما، لدرجة أن محمد بن سلمان لا يعرف أصلا كيف يستخدم رجال الدين المحسوبين على هذه المدرسة. فيطلب مثلا من بعض العلماء أن يذهبوا إلى مناطق الشمال لحملة الدعاية والإعلان للسياحة شتاء طنطورة، وأنه تعالوا للسياحة ومن هذا القبيل. ورأينا أعضاء هيئة كبار العلماء يقومون بهذه الدعاية، الله مسخرة، أو يعملوا دعاية أو يقوموا بدعاية للبلوت أن والله نحن نفتتح جلسة البلوت. فأي قيمة أبقى لهم؟ لم يبقى لهم أي قيمة أمام حتى الشباب الذين كان ممكن أن يستخدمون ضدهم. الأمر الآخر الأسرة فتتها تماما، يعني بعد أن أخذهم إلى الريتس وبعضهم علق بقدمي وكلهم حرامية ولصوص فأنهاهم تماما. أصبح الناس بدل أن يروا الأسرة الحاكمة مصدر أمان، يعني جزء من الناس وليس كلهم، أصبحوا يرونهم مصدر للخوف. يقول والله الأسرة هذه سبق وكان بينهم عدد من الصراعات وسقطت الدولة السعودية الثانية بصراع داخل الأسرة، الآن هو وقت صراع بين الأسرة الآن. الأمر الثالث هم الحلفاء في الخارج. ما الذي يحصل مع الحلفاء في الخارج؟ أنا أجزم أنه باستثناء ترامب الذي لا يحسن السياسة كل حلفاء السعودية هم لا يريدون محمد بن سلمان ويشعرون أنه حليف يجلب لهم يعني المتاعب والقلق على الأقل، مثل ما يعني كان يقول له ماكرون في المقطع الذي نشر ثم كان يقول له أنني نصحتك من قبل ولم تسمع، يقصد يعني حادثة الحريري عندما اعتقل الحريري، ثم تعود وتكررها الآن. فكان يقول له I promise إنه أنا أعيدك أني بسمع مستقبلا. فكل حلفاء يعني ينفضون من حوله، مثل ما تفضل الدكتور إنه إذا ذهب ترامب ما الذي سيحصل؟ فبالفعل إنه المقومات الثلاثة منتهية، وهذا في الداخل. وفي الخارج يعني هو فقد ليس فقط علاقته يعني بالجهات في داخل المملكة العربية السعودية، إنما هو حتى عاد الشعوب. يعني أنت الآن شوف الشعب اليمني شو دمر الشعب اليمني، وكيف ينظر الآن الشعب اليمني إلى النظام في المملكة العربية السعودية. الشعب الليبي اللي هو ذاق الأمرين من حفتر المدعوم من السعودية ومن الإمارات، كيف ينظر إلى من الشعب المصري الآن؟ هاي الشعب الفلسطيني دخل على الخط. فأنت ما الذي تريده أنت في منطقة؟ الإنسان بالذات الملوك يعني يقول رؤساء الجمهوريات، ما هو بقول لك ما هو أنا مش عائلة حاكمة، يعني بدي أنا أعيش أنا وهم أولادي مش جاي يضرب يهرب، بضرب هالضربة 20 سنة 30 سنة ويلا. بس دائما كائنه الملوك دائما، لأنه هو لا يتحدث عن نفسه، هو يتحدث عن عائلة بدها تحكم عملية الحكم الملكي. أنت تيجي تدمر هذه العلاقة بينك بين العائلة وبين الشعب، بين العائلة وبين الشعوب الإسلامية. على ذكر العائلة يحيى، يبدو لي إنه العائلة أضعف بكثير مما كنا نظن. نعم، يعني هو بضربة واحدة سكتهم كلهم، شلهم كل القوى اللي كانت موجودة جمعها. يعني صورت واحد فيهم كان مسؤول الحرس الوطني، واحد مسؤول الدفاع، واحد مسؤول الداخلية، كله راح.
الأكثر من هذا أنه محمد بن نايف كان يعلم منذ عام أنه سوف يقال، يعني كان الأمر واضح وليس بحاجة إلى أي تحليل أو اجتهاد، كان الأمر غاية في الوضوح. وإيش كان بيستنى؟ لم يقدم حتى على مبادرة إفراج عن معتقل الرأي الذين اعتقلهم هو. هو لو أفرج عن معتقل الرأي لكان شكل قلق كبير لمحمد بن سلمان، إن أعاد اعتقالهم فتصبح ضمن الملفات التي على عاتقه الآن، الحملة الاعتقالات سوف تزداد، وإن لم يعتقلهم فهذه معارضة داخلية موجودة، ويكسب فيها أيضا كريدت محمد بن نايف. لم يقدم على هذه الخطوة. متعب بن عبد الله كان يعني على رأس قوة كبيرة جدا الحرس، وهي القوة العسكرية الوحيدة التي تدين بالولاء بدرجة كبيرة إلى قيادتها، والسبب في ذلك أنه الملك عبد الله أنه كان مغدق عليهم، فأفضل المستشفيات في السعودية مستشفيات الحرس الوطني، وأفضل أسكان الحرس الوطني، فهم بطبيعتهم لهم ولاء لعبد الله وأبنائه. فمتعب لو أنه تحرك كان يستطيع إيقاف كل هذا، ولكن مثل ما تفضل الدكتور يعني كان لديهم جبن يعني كبير جدا وغريب، يعني حتى هذه اللحظة أموالهم مصادرة، صلاحياتهم مصادرة، ولا أحد منهم تحرك، أنا لا أقول بانقلاب أو نحوه، ولا أحد منهم تحرك أن ينحاز إلى الشعب ويقول والله ما يفعل في الشعب السعودي أنا غير قابل به، أنا أنحاز لمطالب الشعب. لم يتحرك منهم أحد بهذه الطريقة الإيجابية للأسف. حتى أحمد عبد العزيز اللي كانوا يقولوا أنه إذا عاد إلى المملكة يمكن أن يستلم زمام مبادرة، ولا مبادرة ولا حاجة، روح بصمت و يعني انضب زي ما انضبوا الآخرين، لم يحصل شيء إطلاقا. طيب في موضوع، لو رجعنا لموضوع خاشقجي، يعني أنا ما هو في موضوع اللي هي الجانب التركي، يعني إذا أنت يعني في السنة الماضية اللي هي الآن تقريبا سنة إلا قليلا في موضوع جريمة خاشقجي، في البداية وجدنا هناك خطوات واضحة أنها مرتبة ومنظمة من الجانب التركي لقضية خاشقجي، بعدين في هناك فترة صمت طويلة جدا حصلت بجوز عدة شهور، الآن بدأوا من جديد، يبدو أنه ما في شيء واضح، وماذا يملك الأتراك؟ الأتراك لا يملكون أكثر من أن يعطوا المعلومات، يعني هو بالضبط، هو في النهاية هو الأتراك يبدو أنهم كانوا يراهنون على أن الموقف يتخذ من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، فالآن صار مبين أنه لا الدول الأوروبية لديها القدرة على أو الإرادة أو الرغبة، لأنه عندها مصالح، عندها مصالح مالية، وكذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة، وبالتالي يعني تبدو تركيا وحيدة في الموضوع، وفي النهاية صاحب القرار في تركيا بالتأكيد يفكر بأنه لن يدخل في صراع لوحده على قضية عالمية، قضية كاتب يعني يعيش في الولايات المتحدة وعنده الجرين كارد وقضية حقوقية ويعمل في الواشنطن بوست، يعني صارت قضية عالمية، وكأن الجميع يريد من الطرف التركي أن يقوم بالجهد كامل. السؤال الآخر هو ماذا يمكن أن يفعل؟ هو طبعا أمامه خيارات، إن هو يقاطع السعودية أو يعني يصعد دبلوماسيا، لكنه لم يتخذ هذه الخطوة، ما عدا ذلك لا يستطيع أن يقوم هذه الخطوة. الخطوة هي اتخذوها السعوديين، يعني هم اللي بدأوا ببعض الإجراءات المواجهة ضد تركيا. هو في أمس طبعا خبر مهم جدا اللي هو اللقاء السعودي القبرصي، وتصريحات المسؤول السعودي أظن مساعد وزير الخارجية العساف، قبرص اليونانية، نعم، وزير اللي هو العساف وزير الخارجية صرح بأننا نتفهم الخطوات القبرصية و يعني موقفها من خطوات تركية في المتوسط. هذه تعتبر ضربة لتركيا، هاي ضربة كبيرة طبعا لتركيا، زي ما الإمارات تتقرب من صربيا لكي تضيق على تركيا في منطقة البلقان. بس لا، قبرص أخطر، يعني قبرص بالنسبة في خاصة بالنسبة لتركيا زي مثلا أمن قومي، زي تروح تركيا مثلا عاملة علاقات مع الحوثيين مثلا، يعني هاي قضية خطيرة جدا. وهذا أيضا بأكد نفس النقاش اللي كنا نتكلم فيه، وهو أن السياسة السعودية التي كانت دائما سياسة محافظة، يعني لم تكن سياسة ربما تقبلها جميعها أو ترفضها جميعها، ولكن كانت سياسة محافظة، يعني خطواتها
محسوبة، لا تقيم لا تسيء العلاقات مع جميع الأطراف. إذا أساءت العلاقة مع طرف تصلحها مع طرف آخر. تعرف بالعكس فراس، كانت السعودية في العهود السابقة كانت حريصة على سمعتها في الخارج طبعا، ما هي لأنها حريصة على كسب مودة الشعوب، لأنها محافظة. يعني هي ما هي لم تدخل بخلاف رئيسي مثلا مع الدول العربية سوى في فترة الخمسينات والستينات بسبب وجود تيار قومي صاعد ومدعوم، نقول متوافق مع التيار الشيوعي أو الاشتراكي، والسعودية دخلت في ركب التيار الغربي في ذلك الوقت وصار هذا العداء. ومع ذلك السعودية كانت يعني محافظة في هذا الصراع إلى حد ما، ليس لم تتبنى نفس الخطاب اللي كان متبنى مثلا. يعني تشوف في مصر من وقت الملك فيصل وجاي إيش صار فينا. الملك فيصل بمواقفه التي كان لحد الآن الناس لما بيشوفوا التسجيلات التي له يتكلم عن القدس وعن المسجد الأقصى، السعودية التي أصبحت ملاذا للمضطهدين في كثير من دول في الستينيات، الآن كل هذا انعكس. الآن تحاول السلطة السعودية أن يعني تعاكس رغبات الشعوب بشكل كبير جدا، ليس فقط في قبرص وتركيا، أيضا في الإشكال بين الهند وباكستان في قضية الأيغور، بررت الصينيين في قضية الروهينجا، عجيب في كل القضايا، في فلسطين، في كل القضايا هي تحاول أن تناهض الشعوب وأن تقول للعالم أننا لدينا موقف يميني متطرف مثل اليمين المتطرف الأمريكي. هم أيضا اللوب السعودي الموجود في أمريكا يوضح للعالم أنه مع ترامب كاملا.